نتوسع في الحديث أكثر ونرحب بضيفنا ينضم لنا الآن من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج نايل جاردنر. سيد نايل، أهلا بك معنا. دعنا نبدأ معك بما كشفته فعليا صحيفة إسرائيل اليوم عن خطة عمل يعمل عليها تحديدا هنا الكونغرس الأمريكي على إعداد خطة تتضمن تهجير سكان قطاع غزة، على ما يبدو بأنها الآن خطة في مرحلة الإعداد، ولكن هل يمكن أن تذهب أبعد من الإعداد والطرح؟ في البداية شكرا لك على استضافتي اليوم في هذا البرنامج. بكل وضوح أهداف إسرائيل هي أن تقوم بتدمير حماس وفي نفس الوقت أن تقوم بتقليل عدد الضحايا في قطاع غزة، وأيضا حماس هي من قامت بإنهاء الهدنة بعدم احترامها لقوانين مبادلة الأسرى، وأيضا غزة الآن وإسرائيل قد رأينا بأن كان هناك العديد من الضحايا الذين هم في غزة، ولذلك إسرائيل تدعوهم إلى أن يذهبوا وأن يخرجوا من قطاع غزة، من شمال قطاع غزة. وأيضا يجب علينا بالطبع أن نتحدث بكل وضوح بأن حماس هي من قامت بإنهاء الهدنة ووقف إطلاق النار بعدم الوفاء بالوعود، وأيضا هي استمرت لإطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ولذلك إسرائيل لديها كل الحق للدفاع عن نفسها، وسوف تستمر الحرب حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن ويتم تدمير حماس. وكيف تنظر هنا تحديدا الولايات المتحدة وهذه الإدارة سيد نائل أن تستمر هذه الحرب، خاصة على ما يبدو أن هناك من يقرأ التصريحات والموقف الأمريكي بأنه يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار هذه الحرب؟ نعم، إدارة بايدن هي مستمرة في دعم العمليات الإسرائيلية العسكرية، كما أيضا هي تحدثت عن الشمولية في هذا الأسبوع مع الحكومات الإسرائيلية، ومن الجانب الخاص بالولايات المتحدة تحدثوا عن تقليل أعداد الضحايا، وهذا أيضا ليس بدافع أن إسرائيل لديها الخطة للقيام بالهجوم على الضحايا، ولكن بأن حماس هي تقوم باستغلالهم كدروع بشرية، ولذلك أعتقد بأن هذه الحرب سوف تكون بجانب قوي من أيضا من إسرائيل، بينما هناك البيت الأبيض هو أيضا يعارض لفكرة عدم وقف إطلاق النار. وفي رأيي أعتقد بأن الولايات المتحدة هي سوف تقوم بجعل إسرائيل القيام بما يجب أن تقوم به، وسوف يكون من الخاطئ على الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل الآن ليس أن تقوم بتطبيق إيقاف وقف إطلاق النار، وهي أيضا ما يجب أن تقوم به إسرائيل من جانبها. إنه ليس دور الولايات المتحدة أن تأخذ هذه القرارات الدكتاتورية، وما تقوم به إسرائيل هو لديه الحق في الاستمرار في الدفاع عن نفسها والاستمرار أيضا في هدفها في تدمير حماس، وهذا ليس مهم فقط ل إسرائيل، ولكن أيضا مهم أيضا للولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي أيضا تأمل بأن يتم تدمير حماس، لأنه إذا لم يتم تدمير حماس سوف يكون ذلك تهديدا للعالم الغربي، ويبدو بأن ما حدث في 7 أكتوبر يمكن أن يحدث أيضا في الولايات المتحدة وفي أيضا المدن الأوروبية. ولذلك بدأت الحديث معك سيد نائل عن موضوع هذه الخطة التي يتم العمل فيها ضمن إطار الكونغرس الأمريكي على تهجير سكان قطاع غزة، لأنه هذا ما يتم الحديث عنه. من جهة أخرى هناك أيضا كانت تصريحات من المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن ترفض أي تقسيم لأراضي قطاع غزة واقتطاع أي أراضي من قطاع غزة، وبالتالي كيف يجب أن نفهم هنا هذه المواقف وهذه التصريحات التي يمكن أن تكون النظر إليها بأنها متناقضة ومتضاربة؟
أعتقد بأن القضية الآن داخل الكونغرس في الولايات المتحدة. هناك بعض المحادثات فيما يتعلق بكيفية تطبيق سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بحرب غزة وإسرائيل. أعتقد بأن هناك دعم كبير جدا لإسرائيل وللقوات الدفاعية الإسرائيلية. أقول بأن هناك أيضا من الكونغرس دعم كبير الآن تجاه الجنوب أيضا للاستمرار في هذه العمليات. وأنا لا أؤمن بأن إسرائيل ليس لديها أي أهداف من الاحتلال طويل المدى لقطاع غزة، ولكن ما يتطلبه الواقع بأن الولايات المتحدة هي متوائمة في نفس مسار اتجاه هدف إسرائيل وهو تدمير حماس والقضاء عليها. من وجهة نظري أعتقد بأن في الكونغرس في الولايات المتحدة هناك دعم كبير جدا من الجانب الأمريكي، وأيضا هناك بعض الديمقراطيين الذين أيضا أقلية بسيطة جدا تحدثوا عن الدعم لإسرائيل وقالوا بأنه هو في خلال أيضا من أغلب الديمقراطيين يرون بأن هذا الدعم يجب أن يكون، وأيضا في الأغلب في الكونغرس هم يتفقون في هذا المسار في الدعم من إسرائيل. طيب يعني سيدنا الدعم لإسرائيل، ولكن يبدو بأنه في نفس الإطار الإدارة الحالية تحاول وضع أطر من جاز التعبير للتحركات الإسرائيلية وإن كان على الأقل عسكريا، ولكن في نفس الوقت هناك حديث من قبل واشنطن بأنها لا تستطيع أن تملي على إسرائيل كيف أن تتصرف، وكأنه يعني هنا واشنطن تلعب دور المستشار، وبالتالي كيف يمكن أن تحقق هنا واشنطن الأهداف عندما تتحدث عن الأولوية بحماية المدنيين؟ بالطبع أعتقد بأنك ترين الآن العديد من التصريحات من إدارة حكومة بايدن فيما يتعلق بتقليص أعداد الضحايا من المدنيين، وأعتقد بأن هذا سوف يستمر في نفس السياق. ولكن في نهاية اليوم وفي نهاية المطاف في البداية أعتقد بأن إسرائيل هي الآن تحتاج إلى العمل على ذلك بنفسها من نفسها، وأيضا الجزء الثاني كما تحدثت هو شيء يهم الحكومة هو شيء متعلق بالحكومة الإسرائيلية. الولايات المتحدة لا يجب أن يكون لديها ديكتاتورية للتحكم في قرارات إسرائيل وفي العمليات. أعلم بأن هناك بعض المقلقات المتعلقة بالبيت الأبيض فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لوقت طويل، ولكن أيضا هناك ما يحدث داخل البيت الأبيض. ومرة أخرى هذا ليس الموقف الرسمي، ولكن هناك بعض المحادثات التي تتحدث عن ذلك، وتتحدث أيضا عن دعم بايدن لإسرائيل اللامشروط، وهذا أيضا يقلق موقفها السياسي. وأيضا هذا في واشنطن هناك العديد من وجهات النظر الخاصة ببايدن بأنه في البداية كان أيضا يتعامل مع إيران بطريقة ناعمة بعض الشيء، بينما هم يعلمون بأن إيران هي من تقوم بالتمويل والتمديد لحماس وتساعده في هذه العمليات، وما تحدثوا بأن إيران يجب أن تكون مساءلة فيما تم. وأيضا هم يودون أن يقوموا بالعمل على هذا البرنامج ويقومون بأيضا أخذ الإجراءات في هذا الصدد. وهناك العديد من الانتقادات هنا في واشنطن بأنهم تحدثوا عن جانب الضعف فيما يتعلق بالوقوف تجاه التهديدات الإيرانية. طيب كان هناك تصريحات عن البيت الأبيض نقلا عنهم يقولون بأننا نريد أن نرى تحرير مزيد من المحتجزين ودخول مساعدات أكثر لقطاع غزة. سيد نائل، في نفس الإطار هناك أيضا مساعي أمريكية مصرية قطرية لتجديد هدنة غزة وعودة المساعدات، كيف يمكن هنا ومن رؤية واشنطن إعادة وتحرير المزيد من المحتجزين؟ هل نتحدث هنا عن استمرار العملية العسكرية
أم ضمن إطار هدن كما حدث من قبل؟ في البداية ما تحدث من ما حدث من خلال الرهائن هو بالفعل عنف مدني ويجب على حماس. حماس عليها أن تقوم بإطلاق سراح جميع الرهائن. والشيء الثاني أيضا هذا فعل مشين من حماس ولذلك الهدف الثاني سوف يكون من خلال القضاء على حماس وهذا هو الهدف الثاني. الولايات المتحدة هنا هي تقوم بالسماح لإسرائيل للقيام بما هو متطلب وأيضا كما تحدثنا في النقاشات مع إسرائيل وكما كان هناك العديد من المحادثات قالوا بأن إسرائيل ليس لديها الرصيد الكافي للمضي قدما بالعمليات. هذا ما تحدثنا عنه وقام بلينكين أيضا بانتقاد ذلك وفي الكونغرس حتى قاموا بانتقاد هذه التصريحات وقالوا بأن هذا ما قام به بايدن في دعم إسرائيل هو ليس دعم كاف. على الجانب الآخر أيضا هو في العمليات لا يقوم بدعم عملية السلام بشكل كبير لأن الجميع يبدون رؤية الإطلاق السراح الخاص بالرهائن ولذلك كان يجب على حماس أن تقوم بإطلاق السراح جميع الرهائن وإذا لم يقوموا بذلك بالطبع سوف تقوم إسرائيل بالمحاربة. وأنا بالفعل أتفق مع بلينكين وأتفق مع إرسال هذه الرسالة إلى إسرائيل بأنها يجب أن تأخذ خطوة للخلف بعض الشيء فيما يتعلق بعمليات الجنوب. أعتقد بأن هذه هي الرسالة الصحيحة وأيضا هذه تقوم بجمع الرسائل من البيت الأبيض ولا أعتقد بأن البيت الأبيض جميعه قد اتفق على هذا الجانب. أتمنيت أيضا بأن ما قاله بلينكين اليوم هو كان يعكس الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية والتي هي حتى الآن هي تدعم إسرائيل بشكل كبير ولكن ما إذا قال بلينكين سوف يكون شيء رسمي هذا سوف يقوم بتقليص دوري أمريكا. طب ولكن سيد نائل هناك يعني ما زال عدد من الرهائن ممن يحملون الجنسية الأمريكية لدى حركة حماس بالتالي لا إما هذا أيضا يلعب دور في حسابات وتحركات واشنطن بشكل أو بآخر في هذا الملف. هذا أولا وثانيا يعني الحرب على قطاع غزة لم تعيد هؤلاء المحتجزين ولكن الصفقات هذه الصفقة الهدنة هي من أعادت هؤلاء المحتجزين. نعم حماس لديها العديد من الرهائن من حملة الجنسية الأمريكية وهذا يبدو شيء أيضا ذو تململ وأيضا لذلك الولايات المتحدة هي تقوم بمساعدة إسرائيل للتأكد بأن هؤلاء الرهائن سوف يعودون بأمان وأيضا الولايات المتحدة هي القوة الأقوى في العالم وحماس هي الآن لديها الرهائن الأمريكيين وحماس يجب أن تدفع فاتورة ذلك وترى التوابع التي يمكن أن تأتي في حين يقومون بأخذ الرهائن من الدولة الأمريكية وأيضا أفضل طريقة للقيام بوقف الحرب هو إطلاق الرهائن. لأننا عندما نتعامل في هذه الحرب هذا ليس متعلق فقط بالضحايا. حماس هي منظمة إرهابية ولا يمكنك الوثوق بأي شيء أو بأي كلمة تقوله حماس ويجب على العالم أن يستمر في دعم العمليات الإسرائيلية للتأكد من إطلاق سراح الرهائن. حماس لن تقوم بإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. سوف يقومون بذلك ربما بعد أن تتأكد إسرائيل بأخذ بتأمين الأراضي في الجنوب ربما للتأكيد من إطلاق سراح الرهائن وللتأكد من تدمير قوة حماس والبنية التحتية الخاصة بها. شكرا لك من واشنطن الباحث في مؤسسة هيريتج نايل غاردنر.